قال موقع يمن مونيتور إن مجلس القيادة الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي فشل في إحياء ذكرى ثورة 14 من أكتوبر والتي أنهت الاستعمار البريطاني للمحافظة الجنوبية في البلاد. ويضيف الموقع أنه لم تذكر حادثة مسجلة لتغيب رئيس أو رئاسة الجمهورية عن كلمة بمناسبة ذكرى رحيل المحتل عن جنوب البلاد في عام 1963. ونقل الموقع عن مسؤول قوله أن خلافات حول الكلمة بين أعضاء المجلس الرئاسي منعت صدور كلمة بمناسبة رحيل المحتل البريطاني، حيث داهمت ميليشيا الانتقالي يوم الخميس الماضي احتفالا بذكرى ثورة أكتوبر في قصر معاشيق. وفقا للموقع فقد أقدمت الميليشيا على إنزال الأعلام الوطنية في قاعة الاتحادية بقصر معاشيق، حيث توجد الحكومة المعترف بها دوليا، ومنعوا تجهيزات إحياء ذكرى ثورة أكتوبر، كما جرى إنزال الأعلام والدوس عليها من قبل ميليشيا الانتقالي.